يسعدني أيضا أن أشهد معكم اليوم الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للمسارات السياحية الموضوعاتية، والتي تعتبر خطوة هامة في تجسيد مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالتحول الرقمي للإدارة العمومية، من خلال إنشاء بوابات حكومية تسمح بولوج أسرع إلى الخدمات العمومية، وباعتبار أن السياحة تحتل حيزاً هاماً في برنامج الحكومة القاضي بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر وعصرنة القطاع، فإن إنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض سيفتح بلا ريب آفاقاً واعدة لانتعاش السياحة في بلدنا. كما أن إطلاق هذه البوابة يدخل ويندرج في إطار تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بعصرنة الإدارة العمومية وإنتاج محتويات رقمية وطنية عالية الجودة في إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية، وهو ما تعهدت به الحكومة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، يدخل إطلاق البوابة الإلكترونية مسارات الجزائر السياحية في إطار برنامج رقمنة قطاع السياحة والصناعة التقليدية 21-24، والذي يقضي برقمنة كافة النشاطات والهياكل التابعة للقطاع بإنشاء 26 منصة إلكترونية وحلول رقمية، وتصميم 58 موقع إلكتروني محلي، بالإضافة إلى وضع حيز التنفيذ نظام المعلومات الجغرافي لتسيير المناطق والمواقع والهياكل السياحية في البلاد، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية، حيث يعتبر منصة رقمية تحتوي على تطبيقات متعددة الوظائف، من بينها توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات والخرائط والمخططات والتقارير والاستبيانات، ووضعها تحت تصرف المصالح المعنية لاستغلالها وفق الحاجة.